إذا قيل لك اليهود والنصارى كفار كما جاءت بذلك النصوص الشرعية الكثيرة، فقيل لك أيوصفون بالشرك بالله كما وصفوا بأنهم كفار؟ فقل نعم هم كفار مشركون بالله، والدليل أن الله عز وجل لما ذكر عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، بعدها ماذا قال؟ سبحانه عما يشركون، فدل على أنهم واقعون في الشرك كما أنهم واقعون في الكفر بالله عز وجل.